اول سؤال هيتسال للمنتج لو في حد بيكلمه على الفيلم ده، يقول لك يعني وانت ما كنت متخيل يعني ايه فيلم عسكري او حربي تاريخي بكل الكاست ده يكلف ايه؟ يعني هو ده السؤال الاولاني، انه انت مش هتعرف تعمل الفيلم ده. صح، يعني الناس عقلين اللي بيقولوا الكلام ده يعني. لا هو فعلا الكاست كله كان كده، يعني كل واحد كان يبص لي كده. ومساعد المخرج اخر يوم تصوير اللي هو من 10 ايام قال لي انا مش مصدق ده كان حلم، انا كنت واثق ان الفيلم ده مش هيتعمل. مساعد المخرج، مساعد المخرج الاول ومدير التصوير وممثلين كتير قوي كانوا حاسين ان هيبقى فيه من المشاكل الانتاجيه اللي بتحصل. بس ياما سمعنا عن افلام على فكره، عن اكتوبر، عن معارك عظيمه في تاريخنا بس ما كملتش. دي حقيقه، دي حقيقه. فاللي حصل برضو هرجع بنفس الفكره، ان احنا لما لقينا ان احنا عندنا الفكره دي الحقيقه رحنا الشؤون المعنويه، اي حاجه بتتم عن طريق الشؤون المعنويه في القوات المسلحه، احنا بناخد منهم دعم لوجستي. طبعا. فقلنا لهم تاني اشتغل السيناريو من اخر 2014، بس قلنا احنا عايزين نعمل فيلم. فيلم يعني ولا قصه حياه حد. يعني كان في مشروع تاني بتاع الشهيد ابراهيم الرفاعي انا كنت مغرم بيه. بس البطل ابراهيم الرفاعي. حاجه بس ما يتعملش، ما فيش دراما خالص. ده راجل يومين بيروح يعمل عمليه في العمق الاسرائيلي ويرجع، فحاجه تخوف يعني. فقلنا له احنا عندنا فيلم. فقلنا له ده فيلم بجد. الحقيقه كان السيد رئيس الشؤون المعنويه ساعتها كان متفاهم، فقال شوف اللي عايز تعمله ايه. ابتدينا نشتغل على السيناريو، ابتدينا نشتغل على الموضوع، لقينا الموضوع كبير قوي. طيب قبل ما نكمل تفاصيل خلينا نشوف بعض الدقايق اللي ما تعرضتش قبل كده للميكنج بتاع الممر، عشان على الاقل نتخيل الاجواء اللي اتصور فيها الفيلم ده، وبعد كده نسال على المشاهد الجراند سينز اللي فيه والتكلفة اللي بيقال إن هي قد تكون أكبر تكلفة لفيلم. اشرح لنا التدريبات دي كانت ايه وفين وتفاصيلها. ده قبل التصوير بشهرين. المجموعه كلها بالكامل كانت بتروح يوميا 6 الصبح في انشاص مدرسه الصاعقه تتمرن مع الضباط لمده شهرين عشان يعرفوا يمسكوا السلاح. يا خبر ابيض. ده ملوش دعوه بالتصوير. ده بيتمرنوا يوميا من 6 صباحا كلهم. احنا اشتغلنا الشغل بقى اللي هو المظبوط قوي، يعني عايزين نعمل الشغل المظبوط. خلاص يبقى لازم تتمرنوا يا اولاد وتعرفوا يعني ايه عسكريه. فاللي ما دخلش الجيش كانوا دخل الجيش، دي حقيقه. تمام، من 6 الصبح وعايشين ويتمرنوا وضرب نار وجري وكل حاجه. المفروض انه يعني الاجواء في سلاح الصاعقه، يعني دول المفروض ان هو تدريبات بياخدوا تدريبات صاعقه. بتهيألي احمد عز في الفتره دي كان بيعمل ابو عمر المصري، فهو لا كان لا كان خلص بس هو كان عنده باك جراوند من الخليه، يعني عنده خلفيات شويه للسلاح والكلام ده كله من فيلم الخليه. بس ابو عمر المصري برضه كان فيها أبو عمر كان في جزء تدريبات الخليه الحقيقه اسسوه كويس قوي في الداخليه يعني. فدي التدريبات. التصوير بقى كله كان فين؟ مواقع التصوير اللي صورتوها اللي هي الاولانيه خالص السويس. أوه. ورحنا بعد كده اسماعيليه.
منطقه اسمها تل سلام، دي بعد يعني ورا القناه الجديده، يعني بتعدي القناه الاولانيه وبعدين القناه الثانيه وبعدين تروحي جوه. ده يعني ده كان يوم تشوير ولا حاجه ثانيه بقى؟ ده اصعب ثلاث ايام في حياه الممثلين. ليه؟ اصعب ثلاث ايام دي، احنا قبل الغردقه كده دخلنا 40 كيلو جوه. العربيات حضرتك شايفاها دي هي دي الوحيده اللي تقدر تنقلنا لغايه الموقع. الناس ماشيه على رجليها على طول معظم الوقت. مفيش لا حمامات ولا كرفانات تقدر تخش جوه. فبيصحوا من 6 صباحا في الصحراء القاسيه دي لغايه 8 بالليل. وبالمناسبه احنا في عندنا الشوت الاولاني في التيزر التشويق اللي عملناه، الناس افتكر انه جرافيك. في شوت كده للجبل من فوق بالدرون بتصوره، طياره بتصوره. هنا هو في الليل. ده. الناس فاكره ان ده جرافيك. كل الناس قالوا ان ده جرافيك. لان الصوره ما احنا دخلنا جوه ليه؟ لان في 4 الوان للجبال. ده فين؟ ده في جبال البحر الاحمر دي؟ قبل مدخل الغردقه. بس 40 كيلو جوه الطريق، مفيش سيجنال مفيش اي حاجه خالص. في 4 الوان للجبال هناك سبحان الله، اسود وبني. تصور في الشتاء واضح ولا ايه؟ يعني في مخرات السيول كده تحس ان في الاوائل الشتاء يعني على شهر 12 تقريبا.